السلام عليكم. فواتير الموية والعدادات الجديدة. شوف الرقم هنا كم، شوف الرقم هنا كم، طبعا هذا القيمة، شوف الاستهلاك كم. شوف تطلع، شوف هنا 451، شوف نزلتها لين 7 ريال. 7 ريال. أقول لك الطريقة كيف، طريقة بسيطة، والعيب له فيا ولا فيك، العيب بشركة الموية وعداداتها الجديدة. أوريك الحل. الحل هنا بهذا، فك هذا، شيك الخزان حقك إذا امتلى موية، اقفل المحبس. هذا الحين أنا قافله، ما أفكه إلا إذا فضي الخزان، امتلى الخزان على طول أقفله، عشان طول ما المحبس هذا مفتوح العداد هذا ما يوقف عن القراءة حتى لو الخزان حقك مليان، وعشان كذا تنقز الفواتير. شيك على الخزان حقك ممتلي موية على طول.